بسم الله الرحمن الرحيم، انطلاقة موفقة، انطلاقة لا سليمة لجميع المشاركين ولجميع المنطلقين على أرضية هذا الميدان. ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة في هذا الصباح، شوطنا الثامن الذي يحمل في أسماء كبيرة، يحمل في أسماء عديدة وأسماء رنانة. ننتقل إلى المركز الأول، إلى صدارة هلولة، إلى شاهين سليب بن سالم الدرعي، من يقدم لنا إلى شاهين سليم بن سالم الدرعي من يقدم لنا شاهين. ناخذ المركز الثاني، الدخول الآخر من ملفتة حمد بن مسلم السيفي من يقدم لنا ملفتة. المركز الثالث، الدخول والوصول والانطلاق المميز في هذه اللحظات من النشمي سعيد بن راشد الرحبي. المركز الرابع، القدوم الآخر من النداوي حمد بن سليم الوهيبي. والمركز الخامس، من القادم، من اللي وصل في هذه اللحظات، مهند حمود بن عبد الله المالكي. لكن عودتنا الى الصدارة الاولى، عودتنا الى مقدمة الشوط اللي طار الى المقدمة، ما شاء الله تبارك الله على هذا الاندفاع، اندفاع رائع، اندفاع ولا اروع في هذا الصباح. ما شاء الله يا شاهين سليم بن سالم الدرعي من يقدم لنا الماركة الشاهنية في هذا الصباح، ما شاء الله تبارك الله. لكن من القادم، من الواصل في هذا اللحظات، النشمي سعيد بن راشد الرحبي من يقدم لنا الله يا النشمي. المركز الثالث، القدوم الاخر من ودى الفائزه عبيد بن حمود الوهيبي. لكن عودتنا الى شاهين وانطلاقات شاهين وتحديات شاهين في هذا المسار، ما شاء الله، لمن الفوز والانتصار، من الذي وصل، من الذي تحرك في هذه اللحظات؟ النشمي، 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 من راح بالسلام، من راح بالفوز والانتصار. مشكور يا ابو راك كان سعيد بن راشد الرحبي من فاجانا في الامتار الاخيره، وراح بالسلام، وراح بالفوز والانتصار. المركز الثاني وصل مهند حمود بن عبد الله المالكي. المركز الثالث، التوقيت 2:07 و85 جزء من الثاني، فتهاني لمالك النشمي.